موجز الأخبار على الحياة فام. موجز الأخبار من إذاعة الحياة فام، أهلا بكم. البداية بالشأن الوطني، عقد المجلس الوطني لحركة الشعب دورته الثانية، وكان على رأس جدول أعماله تقييم الوضع السياسي العام بالبلاد غدة المصادقة النهائية على الدستور الجديد، وفي سياق الاستعداد للاستحقاق الانتخابي القادم الذي اعتبرته الحركة مسؤولية وطنية وتاريخية لا يمكن التخلي عنها ولا يجب تركها، رهينة إرادات فردية مهما خلصت النوايا. كما خلص المجلس وفق بلاغه لأنه رغم النجاح الذي تحقق خلال الاستفتاء على الدستور بما يمثله من قطع نهائي مع منظومة العشرية السوداء وتثبيت لمسار 25 من شهر جويلية، فإن الوضع العام ما زال يعاني الاضطراب وعدم الاستقرار نتيجة الفشل في بلورة معالجة جدية وناجعة للملفين الاقتصاديين والاجتماعي، خاصة في ظل ما طرأ من أزمات دولية لم تكن تونس بمنأى عنها، وهو ما يلمسه المواطن التونسي بشكل يومي في تدهور مقدراته الشرائية. من جهة أخرى، كشفت إحصائيات نشرها ديوان التونسيين بالخارج أن قيمة الاستثمارات التي صرح بها التونسيون المقيمين بالخارج خلال سنة 2021 حوالي 163 مليون دينار، أي ما يعادل 4% من جملة الاستثمارات المصرح بها في تونس خلال الفترة ذاتها. فيما ارتفعت نفقات الدعم خلال السداسي الأول من سنة 2022 بنسبة 51% بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2021 لتصل إلى 2.1 مليار دينار حسب النتائج الوقتية لتنفيذ ميزانية الدولة ونشرتها وزارة المالية. دوليا، حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليونان من رغبة التمادي في ممارستها الاستفزازية، مؤكدا عدم اعتراف أنقرة باحتلال اليونان لبعض الجزر وفق وكالة الأناضول الرسمية. نهاية الموجز الإخباري، قدمته لكم سوار بن حميدة. لأكثر تفاصيل زوروا الصفحة الرسمية الحياة فام على الفيسبوك. موجز الأخبار على الحياة فام.